تحتاج إلى بحث منفصل. نحن الآن لسنا في وارد البحث عن بذر وتصنيف من تغير ومن ثبت ومن شهد. نعم. سورة الأنفال التي ذكرت أن بعضهم ينظر إلى النبي نظر المغشية عليه من الموت وما أشبه ذلك. إنما كلامنا على البدريين الصالحين الذين قتلوا مع الإمام علي، حتى لو أنهم أيام بدر كانوا من المتنازعين في الغنائم، إلا أنهم صارت لهم مجزرة. هذه المجزرة لا تحيا ولا تذكر وتهمل. وما سألته من السؤال المقشعر للأبدان الذي قبل قليل في انتهاك حرمات أهل بدر، هذه من الأشياء التي قربت معتدلي السنة، قربته من الشيعة، من الطرح الشيعي القديم. أنا لا أخفي أنني أشكر، أنا كسني يعني أشكر الشيعة اهتمامهم بأصحاب الإمام علي، ومنهم عبيد الله بن أبي رافع وتلاميذ أبنائه الذين كتبوا ودونوا وأثنوا على من يستحق الثناء من أهل بدر. لماذا من سب بعض أهل بدر يعتبر خارج من الملة، ومن قتل أهل بدر وفعل بحرماتهم هذا تناقض، يعني ألا يجعل خارج من الملة أيضا؟ لحظة يعني على الأقل السب يكون مثل هذا. نعم فضيل شيخ، لحظة عدنا.